يعني هنقول كلمة بايخة وسخيفة والناس هتزعل وهيقول لك الراجل ده مفتري. مفيش مريض سكر جهازه الهضمي سليم، مفيش مريض سكر جهازه الهضمي سليم، يا انتفاخ يا امساك يا اسهال يا مغص، مفيش. لماذا؟ مرض السكر احد مضاعفاته الهامة التهاب اطراف الاعصاب. احد مضاعفات السكر الهامة جدا التهاب اطراف الاعصاب. اتفقنا؟ اني اعصاب؟ الاعصاب الطرفية، ايدي هتنمل ورجلي هتنمل. نادر لما الاقي عيان سكر ايديه او رجليه مش منمله، او الشبشب يقع من رجله من غير ما يحس. لماذا؟ اطراف الاعصاب التهبت وفقدت عملها. كمان من ضمن الاعصاب اللي بتبوظ في السكر الاعصاب، الجهاز العصبي الذاتي. ما احنا قسمنا الجهاز العصبي الاثنين، جهاز عصبي ارادي بحرك بايدي، بحس بالشوكة الشكة، بحس اي حاجة. لكن في جهاز عصبي تاني اسمه جهاز عصبي ذاتي، هتكلم عليه بعد الفاصل.